بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصدقائي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم وحوش الحلبة. هذا الفيديو سوف يكون أول فيديو على هذه القناة التي سوف تتناول بالطبع، يعني إن رأيتم يعني اسم القناة وحوش الحلبة، فإنه سوف يتناول الرياضات القتالية، ونخص بالذكر يعني اولا الكيك بوكسين والفن بالبوكسين، رياضه الام ام اي، جميع الرياضات. كما نعلم ان هذه الرياضات تسخر بالعديد من الابطال العرب من جميع البلدان العربيه، يعني من الشرق الاوسط، يعني من المغرب، يعني الجزائر، يعني جميع الدول العربيه. يعني لدينا ابطال كبار، لكن يعني المشكل ان هؤلاء يعني غير مشهورون، يعني ولا تعطى لهم القيمة يعني الإعلامية التي يعني يستحقونها. يعني من خلال هذه القناة الصغيرة التي نمتلك، سوف نسعى جاهدا يعني للإحاطة بجميع هؤلاء الأبطال لأنهم يستحقون، يعني وطبعا بدعمكم ويعني اشتراككم في القناة، يعني سوف يعني نبذل قصارى جهدنا كبداية فقط، يعني وكدعم بسيط لهؤلاء الأبطال. بطل اليوم سوف يكون بدرهاري، البطل المغربي المعروف. من لا يعرف بدرهاري؟ فهو بطل وزن ثقيل في الكيك بوكسين. فبدرهاري الآن لديه مباراة يوم 21 ديسمبر، هي مباراة الانتقام، مباراة يعني الكرامة، مباراة الشرف. بدرهاري يعلم هذا جيدا، وسوف يعني نتطرق إلى العديد من الأشياء، منها استعدادات بدر لهذا النزال، يعني والإجابة على السؤال المطروح، يعني السؤال المطروح والذي يشغل بال العديد، هو هل يستطيع بدر الفوز على ريكو فيرهوفن يوم 21 ديسمبر؟ وإن كان نعم فلماذا؟ إذا دعونا أولا أن نتطرق إلى حيثيات هذا النزال، يعني ما سبب يعني النزال الذي يجمع بين بادر هاري وريكو فيرهوفن، وما يعني الحيثيات الأولى التي أدت إلى نشوب هذا الصراع وإلى يعني استدعاء قيام هذه المباراة. فيعني الحيثيات الأولى، فبدر هاري كانت لديه مباراة سنة 2015، فقد كان أقر بأن هذه المباراة سوف تكون ربما هي المباراة الأخيرة لبدر هاري، وبذلك سوف يعني يعتزل. فقد يعني أعطى للعديد، يعني أعطى العديد في هذا الميدان، يعني ميدان القتال كيك بوكسي. فبدر هاري يعني بدأ القتال في السنة السابعة، يعني من 1999 ألفينيات، كان بدر هاري يسقط الخصوم يعني بالكاو، يعني كان ربما ريكو مازال يلعب ألعاب الأطفال. لكن الآن ريكو يعني كبر وتطاول يعني على بدر هاري، وفي أحد المرات كان يعني في قناة تلفزية وقال لهم إن كان بدر يريد يعني أن يعتزل، وأن يعتزل بالشرف، فعليه أن ينازلني لي أنا، لأنني أنا البطل وأنا في أحسن يعني حالاتي، وسوف أسقطه يعني بالضربة القاضية، يعني وبدر لن يفعل أي شيء. فأتى رد بدر بأنه هو موافق، وأن يعده يعني بالكاو يعني. فبقي يعني الجدال هكذا، بقيت بعض النزاعات على السوشيال ميديا، خصوصا فيسبوك والإنستغرام، خصوصا بين الفانز. فكما تعلمون الهولنديين يعني لا يعترفون ببدر هاري يعني في قلوبهم، صراحة نقولها، فهم يكرهون بدر هاري. لذلك بدر هاري تجده عنيفا يعني في الرد على الصحفيين الهولنديين، ليس كلهم ولكن يعني أغلبهم يعني، وأيضا التلفازات. فبدرهاري يعني كأنهم يقللون من قيمته، لأنه ليس بهولندي، ويعني
الهولنديون يفتخرون بأنهم لديهم الكيك بوكسين وهم مهد الكيك بوكسين، كما يعني البريطانيين يفتخرون يعني بالفن النبيل الملاكمة، فكذلك الهولنديين يفتخرون أن الكيك بوكسين هي يعني صناعة هولندية، وأن الأبطال الهولنديين هم يعني الأكفاء في هذه الرياضة. إلى أن أتى بدرهاري الذي يعني أسقط جميع الهولنديين بالضربة القاعدة، جميعهم يعني كان يعني طول يعني سيميشات، إن ذكرنا سيميشات كان طوله 2.11 متر، سقط أمام بدرهاري يعني في 53 يعني في 53 ثانية بالضربة القاضية. يعني بيتر آرتس يعني مالكهم، يعني مع احترامي لبيتر آرتس لأنه بطل حقيقي، لكن يعني سقط بالضربة القاضية. عندما أراد يعني بدر هاري الاعتزال، أتى ريكو فيرهوفن أمامكم في الصورة كما تشاهدون. هذا هو ريكو فيرهوفن، انظروا هنا، هنا الحزام يعني يحمل حزام الجلوري. وقال له يعني إن كنت تريد يعني الاعتزال بشرف، تعال وفوز علي أنا والبطل، لماذا يعني تنزل أشخاص يعني غير معروفون يعني بهذه الطريقة؟ فقابل التحدي بدر هاري يعني، وكانت يعني آخر نزال بينهما في ديسمبر يعني قبل 3 سنوات، 2016 ديسمبر. يعني للأسف بدر هاري يعني كسرت ذراعه، ليس كسرت يعني فقط يعني شق في العظم بسبب يعني ركلة في رأسه. سوف نرجع لهذا الفيديو يعني لتحليل هذا الفيديو وتحليل مباراة يعني بدر هاري. سأريكم بأن بدر هاري يعني يده كسرت في بداية في يعني في نصف الراوند الأولى، يعني يده كسرت يعني في نصف الراوند الأولى، ومع ذلك يعني أكمل النزال. سوف أعطيكم دلائل قاطعة على ذلك. على أي، كما يعني ذكرنا وقلنا، هذه هي الحيثيات يعني بداية هذا يعني الكلام والحديث على بادر وهاري. يعني لم يكن هناك شيء اسمه ريكو في القبل، لم يكن شيء اسمه ريكو. بادر هاري يقول اذهب للبرازيل، قل له بادر هاري. حتى إن ذهبت مثلا إلى ترند، جوجل ترند، سوف نكتبها جوجل ترند، وضغطنا على جوجل ترند، وسنكتب بادر هاري، سوف نرى يعني الفانز نتاع بدر هاري من أي مناطقهم يعني من حول العالم. سوف نرى يعني هذه فقط United States، سأقوم عبر العالم وسوف نرى. انظروا كم عدد يعني البحث على بدر هاري في سنة 2019، مع أن بدر هاري يعني 2019 لم يقاتل. كانت تكون هنا إحصائيات، لا أعلم يعني أين ذهبت. يعني 5 سنوات، سأقوم بإحصائيات بـ5 سنوات. هذه هي الإحصائيات، نعم آسف. انظروا الخريطة، انظروا يعني اللي فان الذين يبحثون عن بدر هاري من أين هم يعني. انظروا خريطة العالم بالكامل منتشر هذا الأزرق، يعني هناك بحث عن بدر هاري، أمريكا، كندا، برازيل، مكسيكو، برازيل هنا آسف، دول الأرجنتين، هذه الجزر الصغيرة، روسيا، يعني انظر روسيا، أوروبا بالكامل، الجزائر، المغرب، أستراليا، الجزر الأندونيسية، هذه كله يعني يبحثون عن بدر هاري. يعني بدر هاري لديه قاعدة إنباز يعني وورلد وايد. مثلا لنرى ريكو فيرهوفن، سنقوم بنفس البحث هكذا، سنضغط انتر،
سنقوم به. كما ترون يعني ريكو فيرهوفن لديه يعني بعض المتتبعين، لكن أغلبهم واحد 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 واحد، ليس كبدرهاري. بدرهاري أغلبهم من نيدرلاند، لكن روسيا يعني أوروبا يعني مثلا أندونيسيا، هذه مثلا السعودية إمارات، يعني ليس لديه يعني متابعين مثل بدرهاري. ويمكن أن أؤكد لكم لو قمنا بنفس البحث يعني قبل 2016 لما وجدنا يعني هذه الإحصائيات، هذه لما وجدنا بدرهاري لو كنت قمت يعني في 2006 سوف تجد نفس الإحصائيات، لأن بدرهاري عندما دخل إلى عالم الكيك بوكسين دخل كبطل يعني ليس كهاوي. ولنا أن نرى الإحصائيات، لنرى الإحصائيات في الجلوري. سوف نأتي إلى الجلوري، انظروا الجلوري أتت إلى هنا، وهذا البروفيل الخاص بريكو فيرهوفن ك يعني بطل في الجلوري. سوف نأتي إلى المباريات. أوه، فوز 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 فوز، واو واو واو، إنه لا يخسر. أوه، خسارة واحدة أمام سيميشيلت. أيوة، من لا يعلم أن ريكو خسر مع سيميشيلت، لأنه أصلا في الجلوري سيميشيلت هو الذي كان بطل الجلوري. ها، وأنا أتذكر أن بدرهاري متى يعني قام بكيو بتاع سيميشيلت، قام بها في 2009. ها، انظروا التاريخ، 2012 2009 2010 2010، يعني 4 سنوات ومازال ريكو فيرهوفن يخسر للعجوز سيميشيلت في الجلوري. على أي، هذه إحصائيات الجلوري، فهي إحصائيات عنصرية طبعا بدون خسارة. سوف نأتي إلى بروفيل بدر هاري في الجلوري. هذا هو بدر هاري الباد بوي، شفت بارك الله، يعني الجمهور هنا، يعني تحياتي لهم، هذا الجمهور، جمهور العز، جمهور كرامة. سوف يعني ننزل ونرى إحصائية بدر هاري. كلوس تو ريكو فيرهوفن، هذه يعني تم حذفها يعني بسبب يعني اتهام بادرانا وتعاطى المنشطات. سوف نعود لفيديو آخر حول هذا الموضوع، حول المنشطات وحول ريكو فيرهوفن وكيف أنه يستعمل المنشطات، لكن يعني بطرق ملتوية سوف أشرحها بالتفصيل. يعني سنستمر في هذا يعني التحليل البروفيل يعني تاع بادرانا. أوه، سيميشيلت، لديه سيميشيلت، خسارة لسيميشيلت. أين هي فوز نتاع سيميشيلت؟ ها، لنرى أين هي الفوز. لا توجد فوز أمام سيميشيلت. حسنا، ها هي سيميشيلت. أوكي، أوه، خسارة ضد أليستر أوفرنيم. أوفرنيم خسارة ضد ريمي بونياسكي. خسارة أخرى ضد ريمي بونياسكي. يعني على فكرة هذه الخسارات كلها تقريبا يعني ليست خسارات حقيقية، إلا يعني خسارة واحدة نتاع أليستر أوفرين وريمي بنيوسكي. هذه الخسارة كانت بسبب يعني ضربة يعني غير قانونية للوجه، لذلك خسرها. فهو كان فائز يعني بتلك يعني المباراة. سنكمل. أوه، لديه خسارة ضد رسلان كارايف، الشخص الذي ضربه يعني على وجهه بالرجل. هل هذا صحيح يا إخواني؟ هل يعني ريكو فيرهوفن لديه فقط خسارة واحدة تاع سيميشيلت؟ هل هذه هي إحصائيات جلوري؟ هكذا يعني تعظم ريكو فيرهوفن؟ سوف نرى الآن. سوف نأتي إلى إحصائيات ريكو فيرهوفن التاريخية في ويكيبيديا، وسوف نرى يعني فعلا هل لديه فقط خسارة واحدة من سيميشيلت. سنرى. هذا هو ريكو فيرهوفن،
هذا هو البروفيل ديالو، يعني المعلومات متى فاز، ولد في 1989، يعني فاز يعني دانيال جيتا بيتر ارتس، العجوز بيتر ارتس في ذلك الوقت. ريكو فيرهوفن لو يعني نزل يعني بيتر ارتس الحقيقي لأخذ يعني الكيا على نفسه. هذا هو يعني البروفيل. أوه، خسارة أخرى. بدأ كل شيء يعني بالأحمر هنا. إذا الديبيو نتاع بداية نتاع الحقيقية نتاع ريكو فيرهوفن هي هنا 2005، يعني لديه فوز والبردام مع هذه الأسماء كلهم هولندية. يعني فاز على مغربي اسمه رضوان عبد اللهوي. كما قلت لكم يعني الأبطال العرب يعني غير معروفين، من كان يعرف رضوان عبد اللهوي أين هو؟ بطل فقط صورته، لو كان هذا هولندي لوجدت آلاف صور له. خسيرة لبرايان أونز. أوه، جلوري نسيت يعني تقوم بإضافة هذه الخسارة. أوه، هنا خسيرة لبطل مغربي اسمه سعيد الججاوي. سعيد الججاوي فايت نايت فايكل بي تورنمنت كوارتر فينال. هنا خسر سنة 2007 أمام سعيد مغربي، وهذا بطل آخر مو نفسه هذا البطل عبد اللهوي، ربما ريماتش. سنة 2009 خسر لمن؟ لإسماعيل لونت. هذا هو، تذكرتم يعني اسماعيل لونت فاز عليه بدر هاري بالكيو، يعني 3 كيو يعني نوك اوت في المباراة. خاسرة ضد برايس جويدون، خاسرة ضد ريستيمي كريشنيك، ما هذه الأسماء 2009. خاسرة لجمال بن صديق تي كيو 2011. هذه ليست تي كيو، فهذه كيو لأنه ضربه جمال بن صديق ويعني سقط للأرض ولم ينهض، يعني لم يوقف المباراة. وانظر لمن خسر، خسر لإيرو زيمرمان. جلوري جلوري لم ترى هذه الأشياء، ها جلوري لا تضيف هذه الأشياء لبطلها المزعوم. في 2012 يعني الشهر الخامس خسر لهذا يعني الشخص سيريهي لاشينكو. حسن خسر لسيمي شيلد. ها هي حسن، هذه الخسارة الوحيدة التي قامت بها جلوري بإضافتها. يعني دعنا نعود 2015. 2015 خسر لشخص اسمه أندري جيراسيموك. هذا الفيديو يوجد يعني في اليوتيوب، يعني خسارة فادحة، يعني مستوى يعني هزيل جدا لريكو فيرهوفن، يمكن أن تجده. يعني من ثم يعني بدأت فوز يعني أمام هؤلاء أبطال صراحة. يعني ريكو من 2015 يعني لديه بعد يعني الإحصائيات الجيدة، لكن مقارنة بدر هاري فهذه الأسماء هنا يعني لا شيء. بدر هاري يعني في الريكورد الخاص به فكان يعني يقاتل يعني الوحوش وليس المقاتلين، ضابط صامت ذو وحش، يعني تأتي بسكين وتضربه ولا يعني يقول لك يعني لقد تألمت من هذه الضربة. أندرسون سيلفا معروف، كوهان زاكي يعني شاهد مباراة كوهان زاكي مع ريكو، ماذا فعل به كوهان زاكي. أليكساي إغناشوف هذا بطل كبير جدا، يعني في الألفينيات كان بطل العالم، هذا كان لا يقهر. مراد بوزيدي، سيمي شيلت، أليستر وورنين، روسلان كارايف، زابيت ساميدوف، سيمي شيلت أيضا، أليستر أوفرين، يعني ريمي بونياسكي، إيرول زيمربان، بيتر آرتس، هذا الوحش يعني الهونغمان. اذهبوا اليوتيوب لكي تروا هذه يعني القتال، وحش وحش. حسنا هذا دوما جورج غير معروف، قالوا رايسيفو، إذا من لا يعرف رايسيفو، ريمي بونياسكي، بيتر جراهام،
يعني روسلان كارايف يعني كان يقاتل الوحوش، هؤلاء وحوش وليس يعني أبطال عادي. الآن سوف نمر لكي نرى الجواب الحقيقي لي، هل يستطيع بدر الفوز على ريكو؟ وأنا أقول 100% أنه سوف يقطع رأس ريكو بالكاياو، 99.99%. لماذا؟ سوف ترون أن لماذا. سنذهب بإنستغرام تاع بدرهاري، هذه هي استعدادات بدرهاري، هذه قبل يعني 46 يعني أسبوع تدريب بدرهاري كيف كان في لياقته. دعنا نرى. انظروا للياقة العالية لبدرهاري، تمرينات يعني قوية جدا، يعني بدرهاري لم يتعود عليه يتمرن بهذه القوة من قبل. يعني أنا أخاف على ريكو فيرهوفن الذين يسألوا عن اللياقة وعن مين بدرهاري 3 راوند أو 4 راوند. للعلم فإن المباراة سوف تكون من 4 راوند فقط ليس 5. هل رأيتم استعدادات بدرهاري؟ هذه قبل 43 يعني قبل عامين يعني بعد خروجه من السجن. سوف نرى يعني جسمه، انظر جسم رهيب جدا، جسم رهيب لين يعني بدون دهون ولا شحوم، وعضلي يعني خارقة يعني الكل يعني نظرات بدر هاري الثقبة. سنمر للفيديو آخر أو صورة أخرى التي جمعتهم، هذه عدني قبل 5 أسابيع من الآن، آسف ليس 5 أسابيع من الآن، هذه يعني هذه يعني تاريخ يعني كومنت. أنا يعني ذهبت يعني في طريق يعني خطأ، سوف نأتي له. هذا هو التاريخ، يوم 30 جولاي 2018. يعني لاحظت بدرهاري يعني ضعيف بدنيا شيئا، هنا محرمة يعني نفس الشيء. هنا هذه كانت يوم 12 أكتوبر، 12 أكتوبر سوف نرى تدريباته. مايك حسين يعني مدرب بدراري، انظروا لقوة يعني لقوة بدراري. سنأتي إلى اللياقة. كما نعلم أن بدر هاري يتمرن يعني في الغابات المغربية بسلة مع أصدقائه، يعني مما يعني أن لياقة بدر هاري لن تكون مشكل يوم النزال. 4 راوند 5 راوند 6 راوند لا يوجد فيها مشكل، لكن غالبا أنا أتوقع يعني بدر هاري في الراوند الأولى أو الثانية غالبا يعني سوف يفوز في هذه الـ2 راوندز، لأن بدر هاري فعلا أصبح يفكر بجدية في هذا النزال. هنا أيضا فيديو آخر يقوم بالجري في الغابات من أجل اكتساب يعني ما نسميه نحن بالدرجة السفل يعني اللياقة البدنية. انظروا بدر هاري يعني. الآن سوف نأتي لاستعدادات ريكو. قبل ذلك سوف نذهب لكي نتعرف يعني على التيم التي تمتع بها ريكو. كما نعلم ريكو فيرهوفن لديه تيم يعني قوي جدا، وهذه من يعني
من يعني الأسرار يعني فوزه وقوته في هذه الأعوام الأخيرة كما نرى هنا، فإنه يشاهدون الخصم، ها هنا يشاهدون الخصم، انظر ويدرسونه. المدرب الأول هو دينيس، المدرب الثاني هو جون فان جيك، هذا هو المحفز يعني النفسي لريكو فيرهوفن. جون فان ديك هو يعني المعد البدني، هذا جد عنصري، وقام يعني بعدة يعني أشياء غير جيدة خصوصا لجمال بن صديق، سوف نعود لذكره في فيديوهات آخرين. يعني هذا بيتر فيري، هذا كان مدرب البطل العالمي تايسون فيري، كان مدرب البطل العالمي تايسون فيري في أوج عطائه، خصوصا عندما كان ينازل أبطال مثل كليتشكو، يعني ديريك شيسورا، يتدرب عند يعني بيتر فيري. هذا يعني ريمي سوركيرس، هذا هو يعني الذي يقوم يعني بالتحاليل لدمه، يعني رؤية لعضلاته بها كمية طاقة جيدة، يعني مراقبته يعني ماديا، يعني كمية البروتينات في الدم، كمية الفيتامينات لكي يعني يتدرب بشكل جيد. وهذا كريم إرجف هو المانجر، أي يعني الشخص الذي يقوم يعني بالماركتين يعني للاسم، يعني الإشهارات وتلك الأشياء المتعلقة بالماركتين. سوف نذهب، لقد وجدت بعد الفيديوهات الحديثة لريكوفيرو من يتدرب، فالشخص إنه يتدرب بجدية، يعني لن نقول أنه لا يتدرب ولا شيء. هذه صورة لمعده البدني، صورة يعني يوم 17 سبتمبر، صورة حديثة العهد. لديه فيديو آخر سوف نراه، هذا هو الفيديو مع معده البدني قبل 8 أشهر، قبل 8 أشهر سوف نرى هذا الفيديو. كما ترون إنه يتدرب بقوة، لكن من خلال يعني نظرتي له أرى أنه يعني جد بطيء، يعني مستوى بدر الذي ظهر به الآن يعني 111 كيلو جرام، ويعني ريكو فيرهوفن العادي يظن 100% كايو، 100% كايو. لماذا؟ لأنه جد بطيء. لكن طبعا لن نحتقر ريكو فيرهوفن، فهو أيضا بطل، فيجب الاحتراس وكل الاحترام يعني الخصم وعظم الاستصغار منه، هذه من الأخلاق. وأتمنى من صميم قلبه لبدر هاري الفوز إن شاء الله، ولنا العودة في هذا الموضوع. هذا فقط يعني فيديو أول في هذه القناة، وكما تعلمون الشخص عندما يكون أول فيديو له فإنه يعني لا يتعود على كيفية تقديم الفيديوهات وهذا، لكن أظن أنه بتشجيعكم إن شاء الله سوف يكون يعني خير، وسوف نرى فيديوهات أكثر يعني غنية بالمعلومات أكثر ومرتبة أكثر بسبب تشجيعكم إن شاء الله. شكرا لكم، أستودعكم بالله إن شاء الله. أتمنى من صميم قلبي يعني أن تشتركوا، تضغطوا الجرس إن أعجبكم الفيديو، يعني اكتبوا هنا في الكومنت أنني أعجبني الفيديو، وسوف أحاول من تحسين فيديوهاتي وتحسين مواضيعها في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. مع السلامة.